صباحكم سعيد مستمعاتنا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى على انكم بخير وسلام، وحنايا طبعا متفائلين خير بامطار الخير. الله يسقينا من رحمته والله يكثر علينا هاد الغيث يا رب. حنايا كنحييكم، كنرحبوا بكم. هذه حصه جديده من برنامجكم النساء المفضل، حديث مغزل مع سناء الزعيم واللي كيرافقك لله كيف كل صباح من 10 ل 12 مباشره ان شاء الله. الساعه الاولى كيف كل صباح كنفيدكم بها وفيها بوصفات طبخ رائعة سهلة متنوعة ناجحة 100% مع أمهر شيفات المغربيات. وهذا الصباح كنعاود نرحب مرة أخرى في أسرة حديث ومغزل بالشيف المتميزة جميلة. صباح النور، صباح الخير. صباح النور أختي أسناء، لبس عليك. اسمحي لي سناء، ربي يخليك. كيقولوا لسنا في عظمة جميلة دابا أنا جميلة. شكرا أختي سناء، تحية لك كبيرة بزاف والطاقم التقني والمستمعين عبر راديو أصوات. كان أعتذر لكم مرة أخرى. لا ما كاين بس، احنا يا بالعكس احنا مولفين على هذا الشيء. ومرحبا بك، أنا سعيدة بلقائك مجددا، ومحضرين اليوم لمستمعاتنا واحد الباقة من الوصفات الناجحة والسهلة، غادي تشوفوا أنها غادي تفيدكم كثير مستمعاتنا. احنا اليوم أيضا في حصة الخامس كنلتقيو بدكتورة سناء العناني المختصة في الحمية والتغذية وطب التجميل. غادي نتكلموا اليوم على التغذية السليمة والتغذية اللي كنكونوا فيها واعيين بشنو اللي يقدر يكون مسرطن، شنو اللي يقدر يكون مهيج للخلايا السرطانية، فبالتالي شنو هي العادات الغذائية السليمة. وفعلا بكثرت ما ولينا كنسمعوا على داء السرطان، الانسان ما بقاش عارف شنو اللي صحيح شنو اللي خطا، شنو اللي ياكل شنو اللي ما ياكلش. فاليوم غادي نسلطوا الضوء على هاد الامور هادي، ما بين الافكار الصحيحه والافكار الخاطئه اللي متبوته طبيا وعلميا، شنو اللي غادي خصنا نحافظوا من خلاله على الصحه ديالنا من خلال تغذيه متوازنه. ما تنساوش الصندوقه ديال حديث ومغزل كتنتظركم، فيها المزيد من الهدايا والمفاجات، اجهزه الكترومنزليه، دي شيك كادو. ما عليكم الا تبعثوا كلمات حديث ومغزل على رقمنا 5590 ثمن الرساله الصادره مع احتساب رسوم، وان شاء الله غادي نسحبوا رقم، غادي نتصلوا بصاحبه الرقم وغادي نطرحوا عليك سؤال اليوم. صباحكم سعيد مستمعاتنا، مرحبا بكم على راديو اصوات وفي برنامجكم حديث ومغزل مع سناء الزعيم. اليوم كترافقنا شيف جميلة تبارك الله عليها باللمسة الخاصة ديالها، هناك الجديد، هناك أيضا وصفات اللي مجرباهم وناجحين 100%، وغادي تشوفي فعلا ألالا على أنه كاين وصفات جديدة كتير. فشنو رأيكم اليوم مع جميلة غادي نقدموا لكم دي غوفر مالحين، ياه لالا لي غوفر اللي عادة كيتكالوا حلوين بالكراميل ولا بالشوكولات، اليوم غادي تاخدي الوصفة ديالهم مالحين. هناك أيضا طبق ديال الدجاج اللي كيجي مقرمش، هذا بحال المحلات المتخصصة. نعم ياك شاف جميلة. هناك أيضا طبق ديال المعجنات رائع جدا، وهذه كتبقى من الوصفات اللي مطلوبة كثير وسهلة لأنه سهلة في التحضير وشهية. هناك أيضا طريقة ديال المعقودة ديال المطاعم. غادي ان شاء الله نقدموا لكم طريقه تجفيف وحفظ الطماطم لمده طويله، وغادي تشوفوا كيفاش شاف جميله عزيز عليها توجد مجموعه من الخلطات والصوص والامور الطبيعيه على يديها في البيت. وانا كنشكرها لانها كتقاسم معنا ايضا هذه الافكار العمليه. هاد لي طومات وهاد الخلطه هذه ممكن السيده من بعد تنسم بها مجموعه ديال الاطباق. هناك ايضا والجديد هو مربى او زبده الفول السوداني ديال كاوكاو. وهاد الزبده حنايا ما حضرش بزاف الثقافه ديالنا، ولكن غنشوفوا اليوم كيفاش السيده غتحصل على واحد الوصفه سهله ورائعه. وغادي كذلك الشيف جميله وهذا الجديد اليوم غتورينا كيفاش غادي تعطيها نكهه راقيه اللي من بعد كتحضر بها واحد لاصوص اللي ممكن لالا تدخليها في تحضير ايضا الحلويات ديالك. اول شيء غادي نبداو به الشيف جميله. ان شاء الله نبداو بالبيتزا اللي على شكل دي غوفر.
كنعرفوا بان الاطفال ديالنا كيبغيو يديو معاهم دي ساندويتش المدرسه وبارفوا بيتزات، فالا عملنا لهم بيتزا مفتوحه في بواطه كتمحنهم بارفوا تتقلب ليهم، سيميو اننا نديروها مسدوده و او ميم طون نعطيو واحد الشكل تيغري للاطفال، هما كيحبوا بزاف لي غوفر، فعلاش لا ما نعملوش لهم هاد البيتزا على شكل لي غوفر. والتحضير ديالها كيكون سهل وبسيط، وهي عمليه حتى في الهزه ديالها في العلبه. نعم. فاول حاجه نتعرفوا على المكونات ديال العجين ديال هاد البيتزا، كيجي هشيش بزاف، ممكن انك تعمليه حتى في العديد ديال المعجنات، ماشي ضروري تعمليه في هاد البيتزا. اذا غادي نحتاجوا له 500 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز الفوريه اولا المعجونه اللي متوفر، كتعملي توم بودره باش كتنسمي هاد العجين، كتعملي كذلك سودانيه كتعطي طعم خاص للعجين، رشه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال حليب البودره اللي كتعطي هشاشه لهاد العجين، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وكنجمعوا العجين ديالنا بالماء دافي. كل هاد المكونات كنعملوهم يا اما في العجانه يا اما كنخدموهم بالايد ديالنا، وكنجمعوا بالماء دافي، كندلكوا هاد العجين واحد شويه حتى نحصلوا على واحد العجين لين، كنغطيوه وكنخليوه في مكان دافي حتى يتضاعف الحجم ديالو. في هاد الاثناء نمشيو نوجدوا الحشوه. المكونات ديال الحشوه كتبقى اختياريه، انا شخصيا كنعمل كل شيء لان كل شيء كيطيب في مقله وحده بلا ما نكثروا علينا كثره الاواني. فكان بالنسبه للمكونات، اولا غنحتاجوا 300 غرام ديال الكفته بدون توابل، حبه ديال البصل مفروم تكون غير متوسطه، فلافل ملونه حسب الرغبه، الملح، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، سودانيه غير راس المعلقه، سينو تعملوا شويه ديال الفلفل الاسود اي الابزار، توم بودرة أولا فص ديال التوم مفروم، وشوية ديال توابل اللحم المفروم يعني توابل الكفتة، معلقة كبيرة عامرة ديال مركز الطماطم، ونص كاس صغير ديال الماء. كناخدو المقلة، أنا كيف قلت لكم غنخدمو في مقلة وحدة، كناخدو هاد المقلة كنعملو بها معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، كننزلو فيها البصلة وكنشحروها شوية حتى كتنزل مع رشة ديال الملح. من بعد كنزيدو هادوك الفلافل الملونه، هذيك الرشه ديال السودانيه، كنشحروهم شويه وكندفعوهم للجنب ديال المقله، كنخليو النص ديال المقله فارغ، كننزلو فيه الكفته ديالنا، وفوق من هاد الكفته كنعملو التوابل ديال الكفته، الملح، الفلفل الاسود، يعني كننسموها وكنحاولو نفتتوها. ملي كنفتتو هاد الكفته مزيان كتدخل فيها شويه طياب، عاد كنخلطوها مع ديك البصله والفلافل اللي كنا دافعينها للجنب. من بعد كنرشو الزعتر وكنزيدو توم بودره. كنعملو واحد الحفيره الوسط باش او ميم طون غادي نحضروا الصلصه ديال الطماطم، وفي نفس المقلات كناخدو هذاك المعلقه الكبيره ديال مركز الطماطم، كنخففوها في هذاك نص كاس صغير ديال الماء، كنعملوها الوسط وكنشحروا هاد المكونات كاملين مع بعض حتى كينشف لينا الخليط، يعني ما يبقاش الماء نهائيا، ما يبقاش الماء نهائيا باش ما تفزكش لينا العجينه. هنا كنكونوا حصلنا على الحشوه ديال البيتزا وطيبناها في مقله وحده والعناصر كيتداخلوا في بعضياتهم، او ميم طون كنبخروها من هذاك الماء مزيان. في هاد الاثناء غيكون العجين ديالنا تضاعف الحجم ديالو، غادي نفرغوه من هذاك الهواء، غادي نبسطوه مزيان يا اما بشويه ديال الدقيق اولا فوق من ورق المطبخ، كنطلقوه مزيان بالمدلك وخاصو يكون رقيق لان غنعملو طبقه فوق من طبقه باش ما يجيناش شويه غليظ. كنحاولوا ناخذوا نشوفوا هاد لاباري ديال لي غوفر ديالنا كيفاش عامله، كاين اللي عنده الشكل مثلث اولا دائري اولا مربع، كناخذوا قطعه على حسب هذاك لا فورم اللي عندك انت في الاله، كتحاولي ترشمي هذيك العجينه اللي حنا سرحناها رقيق، غير كترشمي بلا ما تقطعي العجين باش نعرفوا فين غادي ننزلوا الحشوه ديالنا. فكنوزعوا الحشوه على، انا عندي الشكل مربع، كنوزع الحشوه على هذا الشكل المربع بلا ما نوصل للحواشي. من بعد كناخذ هذاك المربع ديال فروماج الساندويتش، كنعملوا فوق من الحشوه اولا تعملوا موزاريلا اولا الكروير، اي نوع ديال الفرماج نتوما تتحبوا تترشوه من الفوق وتتسدوا بواحد العجين اخر يكون رقيق. ملي كتسدو بالعجين كتثبتو باطراف الاصابع الجنيبات
وكتشدوا القطعه وتتقطعوا العجين ديالكم سو فورم ديال المربعات او مثلثات او اقراص حسب لا فورم اللي عندكم في الاله، وكتطيبوا مباشره. كتسخنوا الاله ديال لي غوفر، كدهنوها اما بزويته او الزبده، وكتطيبوا هاد لي غوفر كدهنوهم من الفوق بالزبده ملي تتنزلوهم باش ما يتسدوش. وتتسدوا وتيجي حتى اللون مذهب وتيغري. رائعين، النتيجه رائعه. يعني انا كنشوف الصوره دابا في الصفحه، العجين تيجي فتي محبب عند الاطفال. فكتسدوا الاله في الاول، كيبان لكم بان الدخان تيخرج بزاف، هذا راه العجين كيتبخر والمواد اللي لداخل صافي دي راه كطيب. ان فوا تنقص كتحسوا بها طابت، يعني ما تخلعش السيده الا شافت داك البخار طالع. هذا الشيء عادي. ف ملي كطيب وتتوجد صافي تنجبدوها وتنديروها لوليداتنا مع سلطه، مع شي حاجه الفاكهه، مع فواكه جافه، ونعطيوها لهم البواطه ديالهم يديوها للمدرسه. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه الشيف جميل. انا قلت لكم اللمسه ديالها غزاله رائعه، ومازال هناك المزيد من الوصفات اللي غادي تفيدكم وغادي تعجبكم كثير مستمعاتنا في حديث ومغزل. طبعا كنذكر الى عندكم شي سؤال، تحيه، سلام، طلب، مرحبا بكم معنا مباشرة على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. حنايا كنسلموا على صفاء، إحسان، رحاب اللي كذلك كيتواصلوا معنا على الصفحة ديال الفيسبوك سناء الزعيم أصوات، وكلهم كيطلبوا منك الوصفة. كذلك أم أحمد، الحجة مكة، كذلك الأخت زينوشا، كلهم كيقول لك عطيونا الوصفة ديال هاد لي غوفر او البيتزا في الحقيقه على شكل غوفر، وكتجي مفاجئه. يعني حتى الا كانوا السيدات عندها شي عراضه في العشيه ولا الضياف ولا تحطيها للسيدات ما غيفهموش. غتكون فعلا واحد المفاجاه جميله جدا. الان غادي نقدم لكم واحد الطبق اللي هو دجاج. كيفاش كيجي مقرمش ومهرمش على طريقه المطاعم الشهيره المتخصصه في اطباق الدجاج، وانتم كتعرفوها وكتكون التكلفة ديالها شوية غالية. فاليوم غادي نشوفوا كيفاش تحصلي على شنو الأسرار النجاح ديال ديك التقرميشة ديال الدجاج. إذا هاد الفخيضات ديال الدجاج المقرمشين كنحتاجوا لهم 8 ديال الفخيضات ديال الدجاج، من الأفضل يكونوا صغار. أنا غنقول لكم علاش من بعد. 180 غرام ديال الدقيق، معلقة صغيرة ديال خرقوم عرق، معلقة صغيرة ديال بودرة الثوم، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة تحميرة، ومعلقة صغيرة ديال الإبزار، رأس معلقة صغيرة سودانية بودرة، ومعلقة صغيرة ديال بودرة الثوم، كذلك معلقة صغيرة ديال بودرة البصل، ونص معلقة صغيرة ديال الملح. غنحتاجو كذلك رقائق الذرة العادية اللي ماشي بالشوكولا، وغادي نحتاجو لا شابلور. هادو المكونات الجافة. بالنسبة للمكونات السائلة، غنحتاجو كاس ديال الحليب، وحبه ديال البيض، معلقه صغيره ديال الموطارد، ورشه ديال الملح، وغنحتاجو زيت للقلي. بالنسبه للطريقه، كناخذوا اولا المكونات الجافه اللي ذكرت من قبيله، وكنخلطوهم مع الدقيق باستثناء رقائق الذره ولا شابلور. كناخذوا الفخيضات ديالنا بعد ما كنكونوا ديجا غسلناهم في الماء والملح والحامض وشويه سكينجبير باش نزولوا الزفوريه، وقطرناهم مزيان بالماء. كناخذوهم كنتكوهم يا اما بفرشيط او براس ديال السكين، وكنمرروهم اولا في هاد المكونات الجافه. كنحاولوا اننا نلبسوا جميع هاد الفخيضات وكنخليوهم جانبا، تتبلهم السيده مزيان باش كتدخل البنه، تقبض فيهم هاد المكونات الجافه مزيان، وكنخليوهم جانبا. كناخذوا رقائق الذره كنحاولوا نفتتوهم ما بين ايدينا مزيان، يعني بحال كنصغروا لهم الحجم ديالهم شويه، وكنزيدوا عليهم واحد الكميه ديال لا شابلور، وكنخليوهم حتى هما جانبا. غادي ناخذوا المكونات السائله اللي ذكرت، اللي فيها كاس الحليب وحبه ديال البيض والموطارد مع رشه ديال الملح، كنخلطوا هذا الشيء مزيان، وكنهزوا دوك الفخيضات اللي مررناهم في المكونات الجافه وكنمرروهم في هاد المكونات السائله. من بعد كنمرروهم في الخليط ديال رقائق الذره اللي مخلطه مع لا شابلور. يعني هنا راه كيوليو فيهم طبقات، باش كتجي ديك الطبقه المقرمشه شويه سميكه. كنلبسوهم مزيان بهاد لا شابلور مع رقائق الذره. واللي مهم باش تنجح لكم الوصفه هو انكم ضروري تدخلوها للثلاجه على الاقل ساعه. علاش؟
كتنشف وكتقبط فيها هاد الطبقة الأخرى، كتقبط مزيان في هاد الفخيضات ديال الدجاج. وهنا عندكم الاختيار، الناس اللي ما تيبغوش القلي ممكن ياخدوا بخاخ ديال الزيت ويرشوهم ويدخلوهم للفرن، والناس اللي ما عندهمش مشكل يقليوهم. والنار في الاول راه كتكون الزيت كتسخن مزيان، مي انفوا تنحطوهم تنقصوا الزيت باش كيطيب لينا الدجاج من الداخل. هادشي علاش قلت لكم خذوا فخيدات يكونوا صغار. سينو الا خديتوا الفخيدات شويه كبار ما كيدخلهمش الطياب، غيسلقوهم نص سلقه ويخليوهم عاد يديروا لهم هاد المراحل كامله. هذا هو الفرق الوحيد باش يطيبوا لكم مزيان. وبالنسبه للتقديم ديالهم كتقدموهم مع سلطه، ومع انا فرشت لهم واحد التفريشه ديال الشعريه الصينيه. خديت الناس اللي غيسلقوا الفخيدات ديال الدجاج، هذاك البويون ديال الدجاج هو باش غادي ترطبوا الشعريه الصينيه مع واحد شويه ديال الملح باش تلددوها. كتاخذوا مقلات كتعملوا فيها زبيده وشوية ديال الكيتشوب، شوية ديال الهريسة، شوية ديال الإبزار كذلك، وكتديو تجيبي هاد الشعرية الصينية. إلا عندك البودرة ديال القمرون راه كتواتا مزيان مع الدجاج عمليها، سينو زيدي شوية ديال توابل الدجاج وشحريها مزيان صافي وعمليها هي كفرشة. وكتزيني كذلك بلي طوماط سوغي سوتي في شويه ديال زيت الزيتون، الملح، الفلفل الاسود، بودره ديال الثوم، كتقدمي الطبق ديالك كيجي لذيذ بزاف وسهل، ما صعيبش. كيبانوا المكونات كثيره ولكن فعلا راه ماشي صعيب، راه دغيا دغيا في ساعه. وانا نفضلو يكون في الفران طيب على القلي باش كنقصوا طبعا من الدهون. معنا مستمعتنا على الخط، كنرحب بكم دائما في حديث ومغزل مع سناء الزعيم على راديو اصوات، حنا معكم مباشره. والشيف جميله اللي كتابعوها وكتابعوا وصفاتها والجديد ديالها من خلال قناتها شهوات جميلة. بداية غناخذوا فاطمة من فاس. أهلا فاطمة، صباحك سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي سناء لاباس عليك؟ الحمد لله فاطمة. كنشكر الشيف جميلة بزاف، وراها كنظن راها عقلت عليا وكتعرفني لأن كنتواصل معها مرة مرة. ربي يخليك أختي فاطمة. تبارك الله. انا ذاك المره ملي كنت استفدتوها كنت باغيه نتدخل ولكن ما قدليش التليفون، المهم ماشي مشكل. الحمد لله اللي شد لك الخط بزاف. كنشكر لاله جميله بزاف 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 ديال الحوايج علمتهم منها تبارك الله. الوصفات ديالها يعني ناجحه غادي نقول 100% تبارك الله. لا لا يخطيك اختي. انا بغيت نسولك اختي جميله بالنسبة لهاد البيتزا اللي كنت قلتي لنا ديال لي غوتر، ممكن يعني دار في الآلة ديال البانيني؟ نعم ممكن انك تعمليها بنفس الطريقه في الاله ديال البانيني، غير هي لان الاله ديال البانيني بعض البنات كيلقاو فيها مشكل انك يلصق لهم العجين، فالمشكل ماشي في الاله وانما خليو الاله تسخن مزيان، دهنوها وعملوا فيها هاد الوحدات ديال البيتزا اللي على شكل ديغو. يعني تتسخن الاله مزيان جميله وعاد شنو غير ترشها السيده بشويه الزيت، غير تدهنها بشويه ديال الزيت او الزبيده، وعاد تفرش العجينه تحط الغوفخ ديالها. تفهمنا فاطمه؟ نعم قلت لك تفهمنا. واضح واضح. فاهمه. انا بغيتكم تصوب لنا هاد لي غوفخ ان شاء الله، تصورهم وتصيفطهم لنا في الصفحه ان شاء الله، تقسمي معنا التطبيق. انا دائما ما شاء الله كترسل لي التطبيقات دائما فعلا. الا وكنصيفط لها راه يمكن عرفتني شكون بالضبط. عرفتك لاله يخطيك اختي فاطمه. مرحبا بزاف وكنشكرك اختي سناء. الله يبارك فيك، مرحبا بك دائما على راديو اصوات. وسلامي سلامي واخا سلامي للناس ديال فاس، وانت سفيره اصوات بفاس يا فاطمه. اجمل سلام لكم هذا الصباح كتابعونا على الموجه 103.9. معنا حياه من الرباط. اهلا حياه، وما هناك عزيزه من الدار البيضاء. حياه مرحبا بك معنا على راديو اصوات. حياه يا حياه. السلام عليكم. فينك حياه؟ واش انت معنا ولا ماشي معنا؟ انا معاك يا اختي. الحمد لله. الله يبارك فيك. تبارك الله عليكم على البرامج ديالكم. الله يبارك فيك، منوره بمستمعاتها. عندك سؤال؟ مدمنه 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 على اصوات. انت عندك سؤال حياه على هذه البيتزا بطريقه الكوفخ؟ مرحبا اختي. خرجت غير نتقدى، جيت لقيت الوصفات ديال لي كوفخ. الله يخليك. ايوا شنو دابا المعمول معك حياه؟ غير نتقدى
التقدم، خلي الراديو ساعد باش ما يضيعش الوقت. ياك اتفقنا من 10 ل 12 لا تليفون لا لا لا, لا حد يجي يشوفكم في الدار، لا تقضيه لا والو، حديث ومغزل. كانت عندي الخضره. ايوا شنو غطيبي اليوم للغدا؟ ندير غير دجاج في الفران. غير دجاج في الفران، مسكينه مسكينه. ايوا الله يعاونك على غداك، وحنا طبعا غادي نعاودوا هذه الوصفه هذه، لان هناك ايضا طلبات اخرى من عند مستمعات باش نعاودوا المقادير ديال هذه البيتزا على شكل لي غوفر. يلا طلبك ان شاء الله موصول، تحيه لك حياه. وحنايا الان غادي ناخذوا كذلك عزيزه اللي معنا من الدار البيضاء. اهلا عزيزه. صباح الخير عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. عزيزه نقطع لها الخط، ففي انتظار تعاودي ترجعي معنا عزيزه على الخط. كنذكر برقمنا 05 22 77 24 24. مرحبا بكل اسئلتكم، وتواصلوا معنا ومع ضيفتنا هذا الصباح الشيف جميله. غادي نعاودوا المقادير والطريقه، الله يخليك جميله ان شاء الله. بالنسبه للبيتزا ديال اللي على شكل ديغوف، غادي نحتاجوا المكونات ديال العجين: 500 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره خميره الخبز، توم بودره سودانيه، ملح، معلقه كبيره حليب بودره، معلقه كبيره زيت الزيتون، ماء دافي لجمع العجين. كنخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم وكنجمعوا بالماء دافي. كندلكوا العجين باش نحصلوا على واحد العجين لين، نغطيوه ونخليوه في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم ديالو. بالنسبه لمكونات الحشوه، غناخذ واحد المقلاه غادي نعملوا فيها 300 بالنسبه للمكونات، اولا قبل من الطريقه غناخذوا 300 غرام ديال الكفته بدون توابل، وحبه ديال البصل يكون مفروم، فلافل ملونه، الملح، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، سودانيه، توم بودره اولا فص ديال التوم طري، توابل اللحم المفروم، معلقه كبيره مركز الطماطم، ونص كاس صغير ديال الماء. كناخذوا واحد المقله وكنعملوا فيها ديك المعلقه ديال زيت الزيتون مع البصله مع الملح حتى كطيح البصله شويه. كنضيفوا الفلافل مع السودانيه وكنخليوهم يتشحروا غير واحد شويه، وكنعملوهم في واحد القنيه، ونخليو واحد النص ديال المقله خاوي كنعملوا فيه الكفته، نحاولوا نفتتوها، نزيدوا لها الملح والتوابل ديال الكفته والسودانيه، كنشحروها شويه مزيان، وكنخلطوها مع هذاك البصل والفلافل، ونعملوا حفيره الوسط. هذيك الحفيره اللي الوسط غنعملوا فيها المركز ديال الطماطم، هذيك المعلقه كبيره اللي غنكونوا خففناها في داك نص كاس صغير ديال الماء، وكنزيدوا شويه ديال الزعتر والثوم بودره، ونبقاو نقلبوا في الخليط حتى كينشف كليا من الماء. فهاد الاثناء غادي يكون العجين ديالنا ضاعف الحجم ديالو. كنخرجوا الهواء وكنبسطوا العجين رقيق بالمدلك، كنحاولوا ناخذوا واحد المرشم كيكون بنفس الحجم والصوره ديال الاله الكوفر اللي عندنا، كيكون مربع او دائري او لا مثلث، كنرشموا به هذاك العجين غير او في الاله الباني، كيف دابا سولاتنا بطبيعه الحال فاطمه ايه. وكناخذوا كنرشموا العجين وكناخذوا الحشوه وكنحاولوا نوضعوها في هذاك الاطار اللي احنا حددنا بلا ما نوصلوا للجوانب، وكنعملوا فوق منها واحد القطعه ديال جبن الساندويتش مربع، وكنعاودوا نغطيو بالعجين الثاني اللي كنكونوا حتى هو رققناه بزاف، كنغطيو وكنثبتوا العجين الفوقاني على التحتاني بالاطراف ديال الاصابع، وهنا كناخذوا القطاعه ديالنا وكنقطعوا العجين. كنسخنوا الاله ديال لي غوفر ديالنا حتى كتسخن مزيان، ندهنوها بزويته اولا بشويه ديال الزبده، وكنعملوا العجين ديالنا يطيب ونقدموه بالصحة والراحة. ملي كيكون كيطيب بطبيعة الحال كندهنوه بشوية ديال الزبيدة باش كيجي الوجه ديالو مذهب. وحنايا عندنا سؤال من الأخت عزيزة أو عفوا زوليخة معنا من المحمدية، اللي بغات تسولنا على المطيشة ديال البيتزا. أهلا زوليخة. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك على راديو اسوات. انا الله يبارك فيك صحت ديك الجنه، كي داير اختي سناء؟ يبارك فيك الحمد لله. والشاف ربي يخليك حبيبه الله يخطيك. المهم شكرا على كل شيء، داك الشيء اللي كتعطيوه لنا كل شيء كنستافدوا منه، والله العظيم كيفوتنا الوقت بالزربه.
راني جا 12 ما كيعجبناش الحال. مرحبا. بغيت نسولك الله يحفظك، هذيك مطيشه ديال الحك اللي قلتي ديريها في الوسط، هذيك مطيشه تجي شويه حامضه، زعما معليش ندير مطيشه خضراء، انا تعجبني مطيشه خضراء، هذيك مطيشه ديال الحك كتجيني حامضه. لا ممكن تعملي المطيشه العاديه، ماشي مشكل. كاينه طريقه اخرى باش كتصوبي الصلصه ديال البيتزا غير بالمطيشه العاديه باش كتكون شويه لذيذه، لانها بوحديتها ما تعطيش هذاك المذاق. فكتاخذي مثلا اربعه الحبات ديال المطيشه مع واحد القطعه ديال الخيزو، نص قطعه ديال القرعه الخضراء، واحد نص بصله، وجوج الفصوص ديال الثوم، والملح والابزار، كتسدي وشويه الماء، كتسدي عليهم في كوكوط مزيان، وكتخليهم حتى كيطيبوا، كطحنيهم في الطحانه ديال اليدويه، وكتصفيها من هذيك الزريعه ديالها، كتنسميها بالزعتر الا كنتي باغا تخليها البيتزا، وكتنسميها بورقه سيدنا موسى الا بغيتي تخلي هاد لاصوص مثلا الاطباق ديال السمك. هذه كتكون عندك مثلا كتعمليها في مربعات ديال الثلج وكتخليها في الدار، كتكون عمليه الا بغيتي تعمليها في البيتزا بديل المركز ديال الطماطم، لان الاغلبيه ما تيبغوش يعملوا المطيشه ديال المعلبات. وحنا يا مواصلين معكم مستمعاتنا ومع الشيف جميلة، شكرا لك زليخة على الاتصال، وتحية كبيرة لكم المحمدية على الموجد راديو أصوات 104.3. معكم مستمعاتنا، حنا يا دائما كان قلوا لكم إذا عندكم سؤال أو طلب مرحبا بكم على رقمنا الهاتفي 0522-77-24-24. كان ذكر أيضا على أنه اليوم غادي نعملوا سحب جديد وهدية جديدة اللي غادي تنالها مستمعة أخرى منكم مستمعاتنا العزيزة، فما لكم إلا تبعتوا بكلمة تحديد ومغزل على رقمنا 5590، تمن الرسالة 6 دراهم مع احتساب الرسوم، وكنتمنى لكم حد سعيد لكم جميع. سؤال اليوم هو البيتزا اللي قدمت لنا الشيف جميلة، واش على شكل واحد دي كريب ولا جوج دي غوفر؟ أكيد عرفتوا الجواب، يلا تعفوا حظوظكم بالفوز، وكنتمنى انكم غادي دائما تفرحوا معنا على راديو اسوات. الان من بعد ما قدمنا البيتزا، ما غاديش نقول كيفاش، الدجاج مقرمش، هناك ايضا وصفات اخرى مازال غادي نقدموا لكم، زبده الفول السوداني اي الكاوكاو كيفاش حضري بها الا كذلك، واحد الحلوى بريستيج رائعه، مربى البرتقال، هناك ايضا شفيف وحفظ الطماطم في البيت، وزائد الوصفه اللي غادي تتماشى معهم ان هذا الصباح واحد لي كروكيت، انا قبيله قلت معقوده في الحقيقه ماشي معقوده، غادي نديروا لي كروكيت، وهاد لي كروكيت كيجيو هائلين اللي هما كتورينا شيف جميله كيفاش نستغلوا فيهم بقايا الطعام. نعم، كيبقاو لينا بارفو بقايا الطعام، فكنبقاو نجمعوهم خصوصا نهايه الاسبوع، علاش لا ما نوظفوهمش؟ فمثلا غنقترح عليكم واحد الكروكيت ديال بقايا الطعام بالارز واي منكه ديال يا اما اللحم او الكفته او السمك اللي عندكم، فكناخذوا مثلا زلافه متوسطه ديال الارز اللي كيكون متبقي لينا وكيكون مسلوق بالماء والملح ومقطر، وكناخذوا قليل من شرائح صدر الدجاج سواء كانت طريه او بقايا دجاج، ولا ما كانش كنقدروا ناخذوا كفته شيط لينا، لحم شيط لينا، سمك شيط لينا. كنحتاجوا معلقه كبيره ديال البصل المفروم، كنعصروا هذه البصله مزيان من الماء، نحتاجوا الخرقوم عرق، الملح، ثوم بودره او فص ديال الثوم مبشور، الابزار، معلقه صغيره ديال الموطارد، الهريسه حسب الذوق، وحبه صغيره ديال البيض، ممكن نحتاجوها ممكن نحتاجوا غير نص حبه ديال البيض، معلقه كبيره ديال الدقيق اولا ديال لا شابليغ اولا نقدروا نحتاجوا اكثر على حسب، خاص هذا الخليط ديالنا ما يكونش جاري. غادي ناخذوا هذاك الارز مع الدجاج ونطحنوهم ونضيفوا لهم باقي المكونات، من بعد غادي نشوفوا هذاك الخليط ديالنا مع هذيك النص بيضه ولا بهذيك البيضه الصغيره غادي يسيح واحد شويه، هنا كنزيدوا له يا اما معلقه ديال الدقيق اولا ديال لا شابليغ حتى يولي يجمع لنا على شكل كويرات، باش نشكلوا واحد الاقراص اولا اصابع اللي كتفضلوا. كندخلوهم بعد ما كنشكلوهم كندخلوهم الثلاجه تقريبا واحد الساعه يقبطوا في راسهم، ومن بعد كنخرجوهم كنمرروهم اولا في الدقيق ثم في البيض ثم في لا شابليغ،
ويا اما كذلك يا يعني نرشوهم بالبخاخ ديال الزيت وندخلوهم للفرن او لا نقليوهم، هما كيجيو مقليين احسن. كنقطروهم في الورق النشاف، ولكن حتى في الفرن كيجيو مزيانين غير رشوهم او لا دهنوهم بزبيده ودخلوهم للفرن وكنقدموهم على واحد الفرشه من الخس، كيجيو لذاد بزاف والصحة والراحة. وحنا يا دائما في تواصل معكم. عندنا عزيزة على الخط. أهلا عزيزة، مرحبا بك على راديو أصوات. أخباركم لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك عزيزة. شكرا بزاف، أنا من أكثر المعجبين بك الأخت سناء، كنحماق عليك بزاف بزاف. الله يبارك فيك، الله يكبر بك. تعبنا منكم بزاف، شكرا بزاف. بغيت عفاك غير نسول على هذوك البيتزا اللي دارت، واش ضروري ديك الألوان حيت ما عنديش، واخا نطيبهم في الفرن؟ ممكن الا بغيتي تطيبيهم في الفران تقبيهم بواحد الفورشيط باش ما حيت غادي يتنفخوا داخل الفرن، الاله كتضغط عليهم في الفرن غيتنفخوا لك، يقدروا يطرطقوا. تقبيهم بالفورشيط، دهنيهم بزبيده او لا بزيت الزيتون ودخليهم للفرن عادي، ماشي مشكل. تافي منين تصوبهم صورهم وصيفطهم لينا نشوفوا لي بيتزا ديالك ان شاء الله. ضروري انا تشريتهم غنديرهم اليوم ان شاء الله. بصحة وراحة. صحتك مسبقا. تحية لك عزيزة من الدار البيضاء، وحنا مواصلين معكم دائما بشهيوات روعة مع الشيف جميلة. حنا كنرحبوا بكم دائما في حديث مغزل، برنامجكم النسائي المفضل مباشرة على راديو أصوات. بغيت نحييك أمينة الزرقالي واللي كتقول لنا على أنك سفيرة أصوات من مدينة فاس، وكتسلم عليك الشيف جميلة وكتمنى لك المزيد من التألق. كذلك سلامي لكم أم كمال، ورد الجوري، حمامة البيضاء، شروق، أروى، حنان، ملك، أم مريم، زينب، ليلى، مجاهدي، أريج الخلود، وفاء، فاطمة، زينب البردودي، كذلك خديجة العويسي، أم محمد أمين، أم مروى، نزهة، أم فاطمة الزهراء وأميمة، حليمة بحري، أم هاجر، حياة، حنان سلسبيل، حليمة العسري، حسنة دعاء المكوي، إيمان، كذلك أم إكرام، والمزيد في الحقيقة من الأخوات اللي كنشكرهم كتير على تواصلهم تفاعلهم الدائم معنا، وشكرا على الكلمات الحب والوفاء والشكر كذلك والتقدير في حق كل شاف اللي كنستضفهم في البرنامج. احنا الآن مواصلين معكم، وكنذكر بسؤال اليوم، البيتزا اللي قدمت لنا الشيف جميل هذا الصباح، واش كانت واحد على شكل دي كريب او جوج على شكل دي غوفر؟ عرفتوا الجواب، ما عليكم الا تبعتوا كلمه حديث ام غزل على رقمنا 5590 8 رساله 6 درهم مع احتساب الرسوم، وان شاء الله عندكم فرصه تفوزوا معنا باجهزه الكترومنزليه بديشيك كادو والمزيد من الهدايا اللي كنقدموا لكم. الان غادي نقدموا طريقة تجفيف وحفظ الطماطم في البيت قبل ما نوصلوا كذلك لزبدة الفول السوداني والحلوة الرائعة اللي غادي تقدم لنا الشيف بها. بالنسبة للطماطم المجففة كاين جوج الأنواع ديال الطماطم، الوقيتة اللي كيكونوا هادوك الطماطم طوال من الأفضل نجففوا طماطم في هاد الموسم، لأن علاش؟ لأنها كتكون قاسحة ومهبرة وما فيهاش الماء والزريعة. فأنا غنوريكم الطريقة ديال التحضير ديال هاد الطماطم الطويلة، وغنقول لكم إلا استعملتوا الطماطم العادية أشنو الفرق اللي بيناتهم في طريقة التحضير. إذا غناخدو مثلا جوج كيلو ديال الطماطم اللي خبرتكم تكون ديك الطويلة، وعزلوها تكون قاسحة ما تكونش رطبة وتكون مهبرة ماشي صغيرة. كناخدو زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والزعتر وأوراق الرند والفلفل الحار مجفف، زعما مزيودات ماشي سودانية مطحونة، مزيودات، والثوم مجفف أو لا طري اللي كتفضلو. كناخدو الطماطم كنغسلوها مزيان وكنمسحوها، كنزولوا داك الماء نهائيا منها، كنقطعوها للنص، ما كنلقاوهاش كامله ما فيهاش الزريعه، كنلقاو شي وحيدات فيهم الزريعه، نحاولوا نزولوا هذيك الزريعه. من بعد كنستفوها في واحد لاطا اولا سينيا ديال الفرن اللي كنكونوا غطيناها بورق المطبخ. كنعملوا هاد الانصاف ديال الطماطم كاملين، وكنرشوهم كاملين بالملح والابزار وقطرات من زيت الزيتون، كندخلوهم للفرن، والفرن يكون غير 150 درجة. اللي عندهم فرن الغاز ما يكونش الفرن مجهد، يكون الحرارة ديالو ضعيفة، لأن غنخليوها
تنشف لمدة ساعتين ونص حتى لثلاثة ديال السوايع حسب الحجم ديال الطماطم. المهم مني غادي تكمل ديك ساعتين بدأوا تتراقبوا، غادي تخرجوا مثلا الحبة ديال الطماطم وغادي تنزلوها فوق من الطبلة. مني كتسمعوا ديك راه غير من الصوت ديالها غتحسوا بها تقرمشات وقصاحت وما بقاتش لينة. مني كتحسوا بها نشفات وقصاحت صافي كتحبسوا عليها الطياب، ما تخليوهاش حتى تحرق. هي راه في ساعة يعني مني كتفوت ديك ساعتين صافي كتبدا تتوجد عندنا. كنكونوا ديجا عقمنا واحد القنينة ديال الزاج. الكثير كيتسائلوا على طريقة التعقيم، فهي راه ساهلة بزاف. كتاخذوا الكاسرونة تكون نقية كديروا فيها ماء حتى كيغلي ما غليان، كتزيدوا عليه قطرات ديال الخل الابيض وكتنزلوا القريعات ديالكم بدوك الجليدات اللي تيكونوا اولا بالقفيل ديالهم. تتخلي ملي كتطلع فيها الغليان من جديد تتحسبي لها من 3 حتى 5 ديال الدقائق. كتاخذي واحد الفوطه نقيه وما كتهزيش بايدك، يعني كتهزي بواحد الاداه اللي كتكوني حتى انت واضعاها في هذاك الماء تعقمات، هي باش تهزي القرعه وتتقلبيها على فمها فوق من هذاك المنديل وكتهزي جليدات هما تتنزليهم حتى تتنشف القرعه. هذه هي طريقه تعقيم القنينات. فمني كتاخذي القنينه معقمه كتحطي فيها هاد الطماطم ديالك وكتزيدي هذيك المواد ديال التنسيم اللي انا خبرتكم. ممكن تعملوا الابزار حبوب، ممكن تزيدوا الزعتر، اوراق ديال الرند، الفلفل الحار اللي قلت لكم على شكل مزيودات ميبس، الثوم مجفف، او لا تاخذوا حبات ديال الثوم يا اما بالقشر ديالهم مسحوهم مزيان وشقوهم ونزلوهم حتى هما وعاد فرغوا. غالبا في هذه الامور هذه اللي كنخللوها او كنرقدوها سواء كانت ميها على طيبه محمضه او هكا بزيت البلديه مزيان الثومه نخليوها صحيحه وبالقشره ديالها باش كتلق كاع البنه ديالها والمنافع ديالها. من الافضل لان هذاك القشر فيه منافع كثيره بزاف. فمني كنعملوا هاد المكونات كاملين مع الزيت، وماشي شرط تعملوا هاد الشيء كامل، نتوما تتنسموا حسب الرغبه ديالكم. تتغطيو بزيت الزيتون، كتغطيو نهائيا ما تخليوش مطيشه من الفوق عريانه، ضروري تغطيوها تكون غاطسه في الزيت. صافي تتسدو هذيك القنينه وتتخليوها في واحد المكان تقريبا من 10 ايام الفوق كتبداو تستعملوها. فكتنسموا بها العديد من الاطباق. انا كنستعملها سواء الزيت ديالها او حتى هذوك الطماطم كنقطعهم رقيق وكنزيدهم في الشرموله ديال صلصه الطماطم ديال البيتزا، او كنحطهم بارفو غير كنقطعهم حتى هما تنحطهم مع الفلافل كنعمر بهم البيتزا. هذيك الزويته ديالها تنزلها فوق من البيتزا بعد ما تخرج من الفرن. كنحضر بها الصلصات ديال انواع المقارونيه، كنحضر بها الطويجنات ديال السمك ديالي لانها كتجي ملذده بالاعشاب وكتجي فيها ديك الحروره ديال دوك المزيودات الفلفله كتجي لذيذه بزاف. عندنا واحد الوصفه غنقدموها بهاد الطماطم واللي هي كتقدر تجي على شكل حلوه على شكل قلنا القريشلات. بالنسبه للقريشلات او اللي كنقولوا حنا الكعكعات ديال عاشوراء. اييه وهادو د عاشوراء راه ممكن دابا يكونوا في الحقيقه على طول السنه في البيت، ماشي ضروري غير في عاشوراء، لانه كيجيو بحال دي بتي سابلي ولا نعم. يعني خفاف ومالحين وبديك الطيبه ديال المطيشه اللي فيها حاره. نعم. كيصلحوا الكوتي، يصلحوا مع كوز اتاي، غيجيو رائعين. علاش انا طلبت منك نقدموا للسيدات وصفه بهاد الطماطم اللي هما اكيد غادي يستعملوهم من بعد كيف حبوا كيف اقترحتي علينا شاف جميله، باش دائما كنعطيو للسيده الاختيار. فهذه ما فيها والو، يعني غادي نشوفوا معك المقادير والوصفه بالعجينه وكيفاش حصل عليهم. غير هنا القريشلات اللي كنهضروا عليهم ماشي بحال اللي بغيوش. ماشي الكروس اولا البغيوش، كيجيو بحال الدميلجات. كنقولوا لهم قريشلات، غالبا معروفين بقريشلات عاشوراء باش يفهموا العيالات شنو تنقصدوا. المهم بالنسبه لهاد القريشلات فاحنا كنحضروا العجين يا اما اللي شبيه بالصابلي او لا اي عجين كتفضل السيده. انا غنقترح لكم عجين شبيه بالصابلي. كناخذوا مثلا 200 غرام ديال الدقيق و80 غرام ديال الزبده ورشه ديال الملح، كنبسبسوا هاد المكونات باطراف الاصابع ديالنا، كنزيدوا واحد الاصفر ديال البيضه وكنزيدوا واحد القطرات ديال الماء باش كنجمعوا هاد العجين. ف التنسيم انني كنزيد انا السودانيه وشويه ديال الزعتر، كنحكو غير بين ايديا وشويه ديال السودانيه بودره، وكنشد هذيك الطماطم كنقطرها مزيان من الزيت، ما كنخليش فيها الزيت، كنقطرها كنقطعها رقيق بزاف، كنعملها داخل العجين وكنزيد واحد شويه الهريسه. كنعمل حريبلات
يا اما كتدخلوهم الا بغيتوا الشكل ديالهم يجيكم متيول كتدخلوهم الثلاجه، يا اما على شكل اقرا يعني حربوش طويل او لا على شكل كتصوبوه بايدكم على شكل مثلث او لا مربع طويل حربوش على شكل التلق تاعتو غتحصلوا يا اما على مربعات او لا مثلثات او لا شكل دائري اللي كتفضلوا وتتقطعوه رقيق. سينو الا كنتم مزروبين كيف كتصنعوا الحربوش قبل ما تدخلوه ما تحتاجوش تدخلوه الثلاجة، قبطوا المقص وقطعوا مباشرة فوق من الصينية ديال الفرن ودخلوهم للفرن وباش يجيوكم قرمشين جميع أنواع اللي صابلي والقريشلات. عمر الفران ما يكون حامي، دائما الحرارة تكون متوسطة، يطيبوا على المهل باش كيتبخروا نهائيا من السوائل اللي فيهم وكيجيو مقرمشين وكيبقاو عندنا مقرمشين وبصحه والراحه. وهادو كاع الا كاين شي عشيه ولا في السبت ولحد وليدات جالسين في الدار دخليهم عطيهم العجينه يلعبوا بها شويه وهما يديروا هاد يعاونوك ويخلطوا شويه. راه مره اخرى كنعاود نوصي على اهميه ادماج الاطفال ديالنا واشراكهم في هاد المطبخ ديالنا في تحضير الاغذيه اللي كناكلوا، لانه احسن وسيله واحسن طريقه للا باش تخلي وليداتك يذوقوا هذوك المذاقات والنكهات، يذوقوا الخضراء، يذوقوا الديسير، يذوقوا كل شيء في الحقيقه، القطاني، التوابل، يشموا، يحسوا بهاد الامور هذه اللي كنصنعوا منها الاغذيه ديالنا واللي كتخليهم ايضا ينفتحوا. هذه راه طريقه باش كتحاربي ديك الانعدام الشهيه اللي نتوما كثار كتشكاو منها عند الاطفال ديالكم. معنا مستمعات على الخط، معنا بدايه حليمه من الدار البيضاء. اهلا حليمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أصبح الخير لله، معك الشيف بن عمر. مرحبا. بغيت غير نصبح عليك ونقول لك مسيرة موفقة إن شاء الله بالنجاح والنصر وبكل ما كتمناي. الله يبارك فيك، الله يسلمك أخت حليمة، وهذه فرصة سعيدة للتعارف معك ومرحبا بك. ميرسي. عندك شي سؤال شيف جميلة؟ لا 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 لا، بغيت غير نصبح عليك. الله يبارك فيك أختي. الله يبارك فيك، مرحبا بك اخت حليمه بن عمر، تحياتي واحترامي ليك طبعا. وحنايا غادي ناخذ مستمعه ايضا اللي معنا على الخط، هدى من مكناس. اهلا هدى. السلام عليكم لالا سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره لاباس؟ على خير. صافا الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا على راديو اصوات حديث ومغزل. الله يجازيك بالخير، كنشكر بزاف الشيف جميله، تعلمنا منها بزاف بزاف بزاف. الله يكبر بك اختي. وكتحمق لي الطريقه ديالك في الخدمه بزاف بزاف، متوله بزاف، كتعجبني. ما كاينش ما كنتفرجش لي فيديو ديالك في اليوتيوب، كنحماق عليك بزاف بزاف، وانا من المشجعين ديالك بزاف. كنتمنى لك مسيره موفقه في الحياه ديالك ومع الاسره ديالك ان شاء الله. الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير، ونتمنى لك الصحه والسلامه لكل جميع راديو اصوات ان شاء الله. امين. شكرا اختي بزاف. شكرا هدى على هذه الكلمات اللي جايه من القلب ووصلت القلب جميله، وبالدعم وبالتشجيع ديال السيدات الحمد لله. الحمد لله المسيره كتستمر وكيكون ابداع واجتهاد. بغيت كذلك نوصل لك فاطمه اللي كتبات: شكرا سناء، منوره بضيفتك المحترمه وكين لها كل الاحترام، كتعجبني وصفاتها الراقية. فهناك شهادات كثيرة في حقك شيف جميلة، كنبلغها لك بكل أمانة. ومستمعات حديث ومغزل اللي ما كيبخلوش تهما لا بالحب ولا بالعطاء ولا بالتشجيع ديالهم، فكنشكرهم كثير. حنايا الآن غادي نقدموا لكم طريقة تحضير الزبدة ديال الفول السوداني. إلى ما عمركم دقتوا هاد الخلطة، ثقوا بيا كتستاهل أنكم تحضروها وأنكم تجربوها وتدخلوها في القائمة ديال الوصفات اللي كاينة عندك في البيت. علاش؟ لأنه هذه جايانا من الثقافة الأمريكية والكندية أيضا، مستعملة كثير في القارة الأمريكية. هاد لو بوغ دو كاكاويت أو زبدة الفول السوداني، الفول السوداني هو كاوكاو، كيستعملوها هما بحال اللي حنا كنديروا مثلا أملو. فهي للدهن كتكون صالحة للكوتي الفطور. ديريها مع خبيز محمر ولا خبيز الدار ولا الكريب، راها كتجي روعه. اليوم الشيف الجميله مشكوره غتعطينا الوصفه الاصليه، ولكن غتعطينا كذلك وصفه اللي مدخله هي فيها اللمسه ديالها. وهذا هو الجديد اليوم. ربي يخليك اختي سناء. بالنسبة لزبدة الفول السوداني كيف قالت الأخت سناء، فهي منافعها كثيرة وكثيرة بزاف
عطيوها سيرتو للاطفال ديالكم وحتى نتوما في الدار عملوها مزيانه ومفيده بزاف للدهن. بالنسبه للوصفه ديالها فهي سهله بزاف وكتبقى رخيصه بارابور الى شريتوها جاهزه. فيها 300 غرام ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني. حتى الا ما بغيتوش تشريو هذاك ديال القشره وتحمروه وتقشروه رغم انه افضل لانه بلدي، خذوا اللي مقشر كيكون اسهل، لكن هذاك البلدي كيعطينا الزيوت اللي باش حنا ما نضيفوش زيوت اضافيه والمنافع ديالو كتكون مركزه بارابور الاخر. اذا غناخذوا 300 غرام ديال الفول السوداني غير مملح، وكنأكد على غير مملح، يعني يكون طبيعي، يكون طبيعي. بلدي كاع الا لقيتو السيده داك البلدي اللي كيكون مازال في القشره ديالو، الحبه ديالو صغيره وكيكون لذيد، هذاك بنين كيكون لذيد وفيه الزيوت باش ما نزيدوش ملي كنطحنوه ما غنحتاجوش نزيدو واحد الكميه اخرى ديال الزيت. نعم، فالا خديتوه غيكون افضل. فمني كناخذوه كندخلوه للفرن، الا كان بالقشره حاولي تاخذي شويه الخاطر معاه وتقشريه، وإلا ما كانش بالقشرة فكتخرجيه من الفرن وهو سخون كتخليه يدفى غير شوية وكتعمليه في الطحانة، خاص الروبو يكون عندك من نوع مزيان باش يطحنوا لك على شكل عجين. فأنتي كتطحنيه الطحنة الأولى كتحسي به ولا على شكل بودرة، هنا أنتي كتشوفي عينك ميزانك، إلا كان بلدي راه غتحسي به تعلق، سينو هذاك الآخر تيبقى شوية ناشف، كتعاونيه بواحد المعلقة ديال الزيت العادية، ومن الأحسن خدي الزيت ديال نوار الشمس، خدي نوع مزيان وكتعاودي طحنيه مره اخرى مع واحد الرشه ديال الملح. فمني كيتطحن كتزيدوا له دوك المعلقه ديال الزيت كبيره، فهو كيبدا هنا كيتعجل ليك، كتخليه كيتطحن مزيان وانت هنا كتحليه الى على حسب، شوفي انت واش بغيتيه للدهن، الا بغيتيه للدهن زيدي له السكر، يا اما سكر سنيده اولا الكاسوناد، من الافضل السكر الاسمر، عملوا السكر الاسمر غيكون من الافضل حتى في المذاق ديالو كيكون افضل. عملي الا كنتي غتعمليه للدهن عملي العسل، معلقه ديال العسل غتزيد حتى هي تعلكو، هذا غادي نخليوه للدهن. اما الا كنا غنعملوه للحلويات عملوا اما الكاسوناد اولا السنيده وما تعملوش العسل، لان بارفوا كيكون الا الا عملتو عسل نوتر ما عندوش واحد النكهه خاصه. اذا هنا غنكونوا حضرنا هاد العجين ديال عجين الفول السوداني او زبده الفول السوداني، وجدناها غنعملوها حتى هي في قنينه معقمه وغادي نخليوها يا اما نعطيوها لوليداتنا او لينا حنا للدهن، يا اما كنعملوها في الحلويات، انا كندخلها حتى في الكريم اللي كنزين بهم الحلويات والكيك ديالي، وكنعملهم حتى في لي صابلي وكنعملهم في الحلويات بريستيج، وغتعطي واحد المذاق رائع جدا. اه مذاقها رائع جدا ولذيذ بزاف، لانه راه تاملوا مثلا البلدي كاين تنعرفوا الوصفه هي خص يكون فيها اللوز وزيت ارغان والعسل، كاين اللي كيديروا دابا بالعسل، ولكن كاين ايضا املو ديال الكاوكاو وتا هو كيجي في المذاق هائل جدا، لان منافعه غير العسل، حاولوا تعملوا العسل حر. كاوكاو او اللوز بجوج عندهم المنافع ديالهم. الخلطه ديالي كيف ما قالت الاخت سناء واللي هي كنعملها انا في داري وبقى ما نزلتهاش في القناه، هي ان جد مغذيه، انا ديجا منزله لكم البراليني ديال اللوز، فكناخذ نفس الكميه من البراليني ديال اللوز مع نفس الكميه ديال زبده الفول السوداني. الفرق هو انني ملي كنكون نوجد البراليني ديال اللوز وكنحمر انا اللوز كنحمر حتى الجنجلان، فكان القيم متساويه، يعني قد اللوز قد الزنجلان، لا كندير الجنجلان نص كميه اللوز. يعني دابا في هذه الوصفه اللي قدمنا ديال الزبده ديال الفول السوداني او الكاوكاو، شنو هي المقادير المضبوطه؟ المقادير المضبوطه انني مثلا خديت 200 غرام ديال اللوز، غناخذ 100 غرام غناخذ 100 غرام ديال السكر، وغادي ناخذ هذا غير العادي داك السهل، انا كنسهل عليكم الماموريه، ما غاديش نصوبوا داك الكراميليزي. دونك كتاخذوا 200 غرام ديال اللوز وخذوا البلدي من الافضل بالقشره، خليوا القشره ديالو كتسخنوه تتحمروه في الفران هو مازال سخون، تتزيدي له نص الكميه ديالو، كتفوتي ديك نص الكميه، مثلا عملتي 200 غرام ديال اللوز عملي 150 غرام ديال السكر والزنجلان، والزنجلان غتعملي تقريبا ديك 100 غرام ديال الزنجلان هي نص كميه اللوز. حتى الزنجلان تحمروا السيده؟ هو كتحمروا ولكن ما تحمريش الزنجلان بزاف، قد ما تحمر تتمشي له المنافع ديالو، خاصو غير يطلق هذيك النكهه ديالو ويحاول يعاوننا باش يعطينا الزيوت ديالو، قد ما سخن كيعطي الزيوت ديالو. صافي هما سخان كنزيدوا عليهم هذاك السكر اللي قلت، تنعملوا كل شيء في الروبو، تنطحنوا تنحصلوا على داك العجين، لا خدمتوا بكل شيء بلدي راه ما غتحتاجوش تزيدوا ماده دهنيه دسمه.
كناخد مثلا كمية نفس الكمية ديال هاد البخاليني اللي حصلت عليه أنا باللوز والجنجلان وبطبيعة الحال مع رشة ديال الملح ملي كنكونو كنطحنو، كنزيد عليه نفس الكمية ديالو من هاد زبدة الفول السوداني اللي أنا خبرتكم بها دابا. فغتكون شوية الخليط ديالو غيكون شوية قابط، فانتوما باش تزيدوا تغنيوه إلا عندكم زيت أرغان عاودوا زيدوا للأكل عينكم ميزانكم كتزيدوا زيت أرغان وانتوما تتخلطوا هاد المكونات كاملين في الروبو حتى كيعطيكم هاديك لا تكستور اللي انتوما غتساعدكم في الدهن. سينو كتاخدوا زيت الزيتون اللي ما كتكونش النكهة ديالها قوية وما تكونش هي مالحة تعيلي وما تكونش مالحة، من الأفضل باش تكون حتى هي مغذيه وصحيه. كتحصلوا على واحد الخلطه فيها واحد التوليفه ديال النكهات كتجي لذيذه. وباش تحببوها للاطفال انا زدت عليها واحد المكون اخر، وما نقول لكمش زعما المذاق ديالها كيفاش كانت مغريه للوليدات، انني زدت عليها شوكولا ديال الدهن اللي حتى هي كنحضروا في البيت. فالوليدات ملي كيحسوا بان كاينه الشوكولا في شي مكون كيزعموا عليها. هاد التوليفات كاملين كيعطيو واحد شنقول لكم واحد الخليط للدهن كيجي رائع جدا، وحتى الكيمياء كتكون كثيرة. وافي عائلي بامتياز. تبارك الله عليك وعلى هاد الوصفة هادي ديالك وهاد اللمسة ديالك هادي في هاد الخليط للدهن. طبعا كنذكر على انه الوصفات حنا مازالين مواصلين معها، وغنشوفوا كذلك حلوى بخستيج بهاد الزبدة ديال الفول السوداني دائما على راديو أصوات مباشرة. معكم مستمعاتنا حياكم الله، مرحبا بكم. ما تنساوش على انه هديه كتنتظركم، ممكن تكون من حدكم اليوم. ما عليكم الا تكتبوا كلمه حديث مغزل وتبعتوها لنا عبر رساله قصيره SMS على رقمنا 5590. كنسحبوا رقم في نهايه الحصه كنتصلوا به وكنشوفوا شكون اللي معنا على الخط. وسؤال اليوم، البيتزا اللي قدمت لنا الشيف جميله، واش واحد كانت على شكل ديكريب او جوج على شكل لي غوفر؟ فمرحبا بكم، واكيد عندكم الجواب باش تربحوا معنا الهديه اللي غادي نسحبوا من الصندوقه ديال حديث ومغزل. التحقت بنا في الاستوديو دكتوره سناء العناني. صباحك سعيد. لا سناء، اش اخبارك ولاباس عليك؟ صباح النور سناء، صباح النور الشيف الغزاله اللي معانا. ربي يخليك. كلشي لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. كاين شي ريجيم؟ كاين شي حمية؟ كاين شي نصائح؟ موجود الخير دائما. كنسلم عليك تجيو لهنا كنخويو المزيوده. كنسلم عليك باسم المستمعات اللي ولاو كيكتبوا لي على الصفحه. المهم غير قولوا لنا، غير ديروا لنا الشهيوات اللي بغى يدير الريجيم العام طويل وبلاتي غير تجي سناء دابا كلشي. دير الحساب النهار الخميس مين غتجي دكتوره سناء. ديروا الفوضى في السيمانه، كنجي في اخر السيمانه كنحبس الفوضى. التغذيه وطب التجميل. حنايا اليوم غادي نتكلموا معك دكتوره سناء على موضوع مهم كثير. اليوم ولينا عايشين باحساس فيه الخوف، فيه الشك، فيه على شنو كناكلو وشنو كنحطو في المائده ديالنا وشنو كنقدمو للاسر ديالنا. وكيفاش الانسان اليوم يكون واعي بعادات غذائيه سليمه وتغذيه متوازنه اللي غادي تكون ايضا فيها نوع من الوقايه ضد مجموعه في الحقيقه من الامراض. ولكن اليوم حديثنا غادي يكون على داء السرطان، ولينا كنشوفوا دي فيديو كنسمعوا اخبار شنو اللي صحيح شنو اللي خطا. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه معكم. فطبعا الى عندكم سؤال طرحوه علينا مباشره على رقمنا 0522 77 24 24. كذلك كنرحب بكم على الصفحه ديال فيسبوك الرسميه الاصليه سناء الزعيم اصوات وفاء. انا كنذكر سميتك وطلبتي مني عافاك اختي سناء ذكري سميتي باش نعرف راني معك في الصفحه الاصليه. اش غنقول لكم الليات راه كاينين بزاف د الصفحات باسمي وكيجاوبوا فيهم على الناس. هادشي اللي كتب الله هادشي غير محب الناس ياك. الحمد لله. باش تاكدوا واش نتوما في الصفحه ديالنا غادي تدخلوا للصفحه وقلبوا في الشمال، عرفتي فين كتكون مكتوبه اكوي بوبليكاسيون فيديو وداكشي فوتو، غادي تلقاو استمع لمباشر راديو اصوات. مرحبا بكم طلباتكم. كنعتذر من الاخوات اللي ما كنلحقش نقرا تعليقاتهم ولا الاسئله ديالهم، فشويه ديال الصبر تسعه الخاطر باش ان شاء الله غادي نوفيو جميع الطلبات ديالكم. حصلنا على زبده الفول السوداني ولا لو بور دو كاكاويت. غايه كيف كيقولوا الناس ديال الجهه الشرقيه. كيفاش انه شيف جميله عطاتو ديك اللمسه ديال لا نوغاتين، دخلت فيه زنجلان، دخلت فيه اللوز، شويه ديال زيت ارغان، ولا رائع صحي 100%. وكنعرفوا منافع كل هذه الفواكه الجافه. الان غادي نشوفوا حلوى بريستيج
مدخله فيها زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني. اذا بالنسبه لهذه الحلوه غادي نتعرفوا على الصابلي اللي غيكون هو القاعده ديال هذه الحلوه. اذا غندير واحد لاباط ديال الصابلي. لاباط ديال الصابلي غادي نحتاجوا لها 125 غرام ديال الزبده، عملوا زبده من نوع جيد، جوج معالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال زبده الفول السوداني تكون عامره، هذه زبده الفول السوداني اللي حضرنا دابا، وصفار ديال جوج البيضات وراس معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي والملح، الدقيق حسب الخليط، مجرد ما كيتجمع لك هذا العجين تتحبسي الدقيق. بالنسبه للحشوه غنحتاجوا 200 غرام ديال البسكوي يكون بدون شوكولا مطحون، جوج معالق كبار ديال زبده الفول السوداني، كذلك غتكون زبده الفول السوداني في الحشوه، الحليب المركز المحلى اللي على شكل كراميل، الكميه ديالو غير اللي غتجمع لينا هذا البسكوي، وقالب ديال السيليكون، نتوما عزلوا اي شكل كتفضلوا. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا شوكولا سوداء من نوع جيد، وشوكولا بيضاء من نوع جيد، ملمع فضي ملمع نحاسي، وشوكولا فيرميسيل بيضاء للزينه اولا سوداء، وكيكون اختياريه. نعم. بالنسبه للطريقه، بالنسبه للعجين غناخذوا الزبده غنعملوا رشه ديال الملح والسكر كلاصي، وغادي نخلطوا هاد المكونات غير باطراف الاصابع، ومن بعد غادي نضيفوا حتى نحصلوا على واحد الخليط مرمل، غنزيدوا زبده الفول السوداني والاصفر ديال البيضتين، ثم النشا، واخيرا راس معلقه ديال خميره الحلويات، ومن بعد كنبقاو نضيفوا الماء بالتدريج شويه بشويه حتى كيتجمع لنا العجين من البول، ما كيبقاش يتلصق بالبول. غنغطيوه ببلاستيك غذائي وندخلوه الثلاجه 30 دقيقه يقبض في راسه. هنا غادي ناخذوا ديك الشوكولا السوداء وغادي نذوبوها في حمام مريم ونخليوها جانبا. غناخذوا البسكوي اللي مطحون غنزيدوا له، غادي تجمع بالزبده ديال الفول السوداني والحليب المركز المحلى اللي على شكل كراميل، وغادي نصنعوا. الا كنتوا عملتوا قوالب دائريه غتعملوا كويرات، الا كانوا اصابع غتعملوا حريبلات، نتوما حسب المول اللي نتوما اختاريتو. كناخذوا المول ديال السيليكون وكنحاولوا ندهنوه بالشوكولا من الداخل، الطبقه الاولى وندخلوه للثلاجه يقبض، ونعاودوا نخرجوه وندهنوه الدهنه الثانيه، سينون كنفرغوا الشوكولا وكنقلبوا المول حتى كنقطروه مزيان، وكنحيدوا الشوكولا اللي زايده وكندخلوه للمجمد يقبض في راسه. نعم. ملي كنخرجوه كناخذوا دوك الحريبلات اولا الكويرات وكنديروهم في القلب ديال هذوك القوالب تاع السيليكون، حتى كنعمروا القوالب كاملين وكنغطيوهم عاود بالشوكولا، كنحاولوا نسطحوا الوجه ونحيدوا الفائض وندخلوهم للمجمد حتى على الاقل على الاقل ساعتين يقبطوا مزيان في راسهم. كنخرجوا عجين هذا الاثناء غيكون العجين ديال الصابلي يرتاح لينا، غادي نبسطوه ما بين ورقتي المطبخ يكون رقيق شويه، ونقطعوه بمرشم يكون كقاعده لهذاك الشكل اللي حنا اختارينا ديال السيليكون، كندخلوه للفرن 10 دقائق كافيه ونخرجوه. ناخذوا هذيك الفيرميسيل الشوكولا وكنعملوا لها الملمع الفضي باش كنعطيوها واحد الشكل لامع، وهذا كيبقى اختياري. بالنسبه للصابلي هذيك الجوانب ديالو كنمرروهم في الخليط ديال المربى والجليكوز، وكنعاودوا نمرروه في هذاك الفيرميسيل اللي زدنا له اللون الفضي، وهذه هي القاعده. وكنجبدوا هذاك القالب ديال السيليكون من المجمد، كنزولوا الحبه وكنحطوها فوق من هاد القاعده، وكنخليوها يا اما هكذا يا اما كناخذوا اي زينه نحطوها في الوجه كيف ما غتبان لكم في الصوره، وكنقدموها في المناسبات في شي بلاطو متنوع كتجي رائعه ولذيذه في المذاق. يا سلام يا سلام. البارح كان عندنا سؤال من عند بشرى من مدينه مكناس، وسؤال اللي كيطرحوها ايضا اخوات مستمعات، كنهضروا اليوم على المول العجيب شيف جميله، كنهضروا على لي مول في السيليكون. مول السيليكون او مول ديال المعدن مثلا غادي تشريه السيده وغادي تستعمله لاول مره، شنو النصيحه ديالك؟ واش كاين مثلا خصها تدهنوا بشي حاجه ولا تغسلوا بشي طريقه باش المول يطول معاها وما يلصقلهاش الوصفات ديالها؟ المشكل الكبير كيكون في المول ديال السيليكون. اول حاجه تحري الجوده، فيه انواع كثيره، بعدي على ديال شينوا،
لان ان فوا كيدخلوا للفرن كتلقوا ديك الماده اللي غير محببه وكيفسدوا في ساعه، وهي كتكون غالبا مواد مسرطنه. المول ديال السيليكون للاسف ولينا كنستعملوه بزاف لانه هو اللي كيعطينا شكيلات بريستي سيرتو في المناسبات وهذا، فانا شخصيا ما كنستعملوش الا الا كانت عندي مناسبه خاصه، من الافضل ما تستعملوهمش بزاف واخا يكون النوع ديالهم ممتاز. فإلا اضطريتوا خذوا نوع ممتاز ديال ايطاليا او ديال فرنسا، لو بري ديالو كيكون غالبا فوق 50 درهم، من 50 درهم للفوق، وكتكون فيه ديك العلامه ديال الجوده سي او. اها كيكون واحد لا ريفيرونس، واحد نيميرو سيري في الظهر ديالو. كتكوني عارفه المصدر وكيكون يعني معروف معلم. نعم. وطريقه الاستعمال ديالو هو انك كتغسليه، كتجيبيه كتغسليه مزيان، هذا المول ديال السيليكون، كتكوني شعلتي الفران، مني كتغسليه وتتقطر مزيان تدخليه للفران خاوي، كينشف داخل الفرن، فمني كتدخليه انت راه كتحسي بواحد الريحه، كتحسي بهذيك الريحه ديالو. هنا من جهه انت كتزولي هذيك الريحه الاولى ديالو اللي كتكون شويه قويه، ومن جهه اخرى هذه طريقه كتحافظ عليه لواحد المده طويله، وبحال لا كتزيدي تعقميه. وحتى في طريقه الغسيل ديالو فانا كنغسلو دائما وكنخليه في واحد البانيو فيه الماء والملح وقطرات من الخل الابيض قبل ما كندخلو ليه للفرن. ومن بعد كل استعمال، لانه هو واخا يكون نوع ممتاز الا عملتيه في البلاكار فكيبدا كيخضر او لا كيشد الرطوبيه. كيشد الرطوبيه فعلا. مورا كل استعمال نشفيه في الفرن، حتى كتخرجي مثلا الطياب ديالك او الخبز ديالك وكتطفي الفرن دخليه يجف داخل الفرن عاد عمليه في البلاكار. اذا هذه بالنسبه للمول ديال السيليكون، نصائح اللي طلبتوها منا. بالنسبه للمول العادي، شنو المول اللي خصنا من الاحسن نستعمله؟ واش نختاروا ديال لينوكس، واش نختاروا ديال سيراميك، واش نختاروا؟ شنو نصيحتك الشيف جميله؟ بالنسبه للمول كاين المعدن العادي وكاين ديال الانوكس. ديال الانوكس شويه طالع له الثمن ديالو، ولكن مزيان. علاش؟ لان التنظيف ديالو ساهل، وحتى الكاليتي ديالو احسن من هذاك المول العادي. والاخر كيقبط ان كنديروا فيه ضروري كندهنوهم، فالاخر ملي كيدخل للفرن دائما كيولي ملبس بواحد الطبقه اللي هي صفراء وكتبدا غاديه اللون برتقالي، هذيك كتبغي التنظيف باستمرار، ما تخليش تبقى تولي فوق من طبقه فوق من طبقه، هذيك هي اللي كدير الميكروبات وكدير المدار. انا كنفضل واش لينوكس احسن من الالومنيوم؟ بالنسبه للقوالب نعم احسن، وحتى الثمن ديالهم كيكون اغلى من القوالب العاديه. نعم. ونقلبوا دائما على الماركه، مثلا الانوكس فيه وفيه. الالمانيه الفرنسيه، كيفاش توجهي المستمعات لتجربتك؟ ما كيكونش فيهم داك لو نيميرو دو سيري، ما كيكونش فيهم داك الرقم، ما يمكنش تعرفي، وانما كتحري من الجوده ديالو من واحد السيد يكون موثوق، تكوني كتقداي من عنده، لان ما يمكنش تعرفي، لانه هما انواع كثيره، وحتى المعدن المستعمل انواع كثيره. فعلا. انا كنشكرك على هذه النصائح.